بسم الله الرحمن الرحيم. هاي غرفة كان فيها ثلاث عيال متخبيين ومهجرين من بيوتهم، متخبيين بهالغرفة هاي حصرا من القصف تبع حاجز المدرسة. طلعوا شو عملوا لأنه عرفوا ثلاث عيال متخبية كلهم أطفال ونسوان. فرج يا أخي، فرج هون، بس بدي أشوف هون هون أخي هون 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 قذيفة هون نزلت امبارح لما هاي ليكا هاي القذيفة. تعال أخي أبدا فرج لي بيت فيه ثلاث عيال نسوان واطفال، شو عملوا فيه؟ بس نسوان واطفال، انتبهوا ها، مو مجموعات ارهابيه ولا جيش حر، نسوان واطفال. شو بك يا زلمه؟ صورتها هاي؟ هذا البيت يعني شو بدي لكم؟ جيش حر ما كان فيه، مجموعات ارهابيه ما كان فيه، اطفال مثل هالطفلة هاي وأمهاتهم قصفون هالقصف هذا. فكيف إذا كان بالفعل جيش حر عم يدافع عن الحق وعن أخواته وعن عرضه وعن شرفه، شو بيساووا فيه؟ تخيلوا يا عرب يا مسلمين شو بيساووا فيه؟ ليك هاي القذيفة أخذية بس هاي تفرجوا هاي إذا طشت على الأولاد لهلأ بحالة خطرة يعني، والمستشفيات الميدانية الحمد لله رب العالمين عندنا مجهزة، تعرفوا انتم بشكل كامل يعني بنعالج الواحد شو ما معه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كل هذا من خير روسيا والصين، كله من خير روسيا والصين، الله اكبر. فرجيون صورة الآية كتاب الله تعدوا عليه، صور الحائط اللي فيها كتاب الله كمان تعدوا عليها، المسلمين الأعراض الأطفال النساء الشيوخ كله تعدوا عليه. شو مستنيين يا عرب؟ بدكم فاتورة؟ خذوا فاتورة يا أخي، دفعنا لكم دم قلبنا، خذوا